آخر موضة. صار وقت الفاشن بوليس اللي اخترناها أنا وعلي من عرض أزياء إلي صعب. خلينا نشوف سوا. عم نشوف هلا اكيد لورين لوسن كانت لابسه فستان كثير مهضوم، فكرته عباره عن بابيون كبيره من وراء باللون الاخضر والزهر. انا حبيته رغم انه كثير ناعم بس فيه فكره. ايه فيه فكره من وراء، حلو دمج الالوان كمان مع بعض، خاصه انه نحن بفتره الصيف والالوان حلوه وفرحه. حبيت كثير شعره هالستايل وحبيت معه العوينات انها تركتها. الحلو بلورين انه عندها كاركتر، فهذا الكاركتر طاغي على اطلالتها. صحيح، اكيد هالفستان ما بيلبق على كل يعني على الكل. هون عم نشوف كيمونو كثير دارج السنه. هون عم نشوف ارايا يلي الوجه المعروف صار من ورا شوبار، يلي حضرت كذا عرض ازياء بباريس، وهون لابسه كيمونو وعرضت ازياء. هي مزبوط. عرضت لرامي قاضي كمان فستان، وعرضت كمان فستان العرس لجورج حبلقة. صحيح. عم نشوفها بكيمونو جوتشي كوليكسيون الجديده من المخمل، مطرز باللون الذهبي على شكل ستارز. حلو والالوان حلوه. هون عم شو جاكوب ومحمد عكرة يلي هن مسؤولين عن عرب فاشن كونسل بدبي. حبيت جاكوب لأنه عنده هيك جرأة باختيار البايات بالجاكيت، وحبيت هالزن عند محمد. ومهضومين مهضومين بس مشغبين شوي. ومن جاكوب ومحمد رح ننتقل لعند سفيان صلاح كعبي اللي هو أكيد معروف عند شوبار، هو المساعد الأول لكارولين شوفولي. إليغان شيك على إيطاليان بهاللون الحلو وبهالكوستيوم المرتب لا ديفيلي مثل ما قالت على الإيطاليان. وكمان هو مشهور بجرأته لاختيار ألوان بدلاته، أوقات الكارو أوقات يعني مش أنه بدلة كحلة وبدلة سوداء. هلأ بالشغل بيلبس قصص ممكن جريئة بينه وبين الزبونات، بينما لما يكون عنده أو هيك قصص أوكازيون مثل ديفيلي أو مناسبة بيكون تريقة كاتر إيك بانجل. وهلأ عم نشوف ستيفن دورينج اللي لابس بلايزر كتير دارينج على وزن دورينج. ستيفن هو ديزاينر، شفته كمان عند إلي صعب، لفتت لي نظري كتير البلايزر اللي عملها، والأحلى من هيك انه هو اللي عملها. هي عبارة عن طيور او اذا بدك مطرزة بالألوان الفاتحة الأزرق بكل تدرجات الأزرق وبغير كذا بوزيسيون للطير هو عم بطير يعني. صح، فكتير حبيتها للجاكيت. ونحن شفنا الطير كان يعني مستوحى منه حتى جورج حبيقة. السنة كتير الطيور كانت واحدة لكتار من الديزاينر بشكل كتير قوي. صحيح، كانت كمان بين كل الديزاينرز تقريبا. وهلأ عم نشوف لارسن تومسون. صحيح، لارسن تومسون كانت هي جاست عند إلي صعب، وكانت جاست كمان عند كذا ديزاينر، عند جون بول غوتي، عند كذا فاشن هاوس بباريس. فيري سمبل، كثير سمبل، فيري صندالة جوتشي. وكانت هون اكيد منا محضره حالها بتخيل كثير، انا كان عندها اطلاله ثانيه دغري بعد الفيليه اللي صعب عن جون بول غوتيه، كانت لابسه اوتفيت كثير اوريجينال. ومن عندها رح ننتقل لعند سيريتا تانسن اللي اختارت اللون البوردو، وهذا الكوستيوم كله مع البوتين مع الفستان كلهم اللي صعب. صحيح، وانا هذا الفستان او هذا التونو حبيته بالديفيلي وطالع عليه كثير حلو حتى عن قريب. وهيدا الاب مكمله مع مسيو الي اللي صعب يلي بلشت معه من الصيف والخريف وما زالت للشتاء. اللون بين قد هو شتوي وحلو. مزبوط. والحلو انه لبسها ليتست كولكشن لسيريتا، وسيريتا كمان كانت موجوده عند جان بول غوتيه. ومع سيريتا بتكون وصلت فاشن بوليس لنهايتها، على امل انه نشوف اكيد فاشن بوليس كثير حلوين بالحلقات المقبله. اكيد. وهلا رح نروح واتس ان. ما زالت موضه الدوتس او البوانتيه مكمله معنا للشتي، حتى انا كثير بحبها هالموضه وبلاقيها بتعطي انوثه للمراه ان كان بوانتيه صغير او حتى الكبير. بكل الاحجام البوانتيه حلوه على باك جراوند ابيض او اسود او بيج حتى. صح.